تعال شوف مركز صحي مثنات راجل، شوف هذا مقفل، لا دكاترة لا علاجات، لما الواحد يريد يروح يتعالج ثاني منطقة يموت قبل لا يصل. تعال شوف الشبابيك، شوف المركز فاضي، محسوب على وزارة الصحة مركز صحي، محسوب علينا وزارة على أهل البلد مركز صحي، لا دكاترة لا علاجات، عشان قزاز علاج يمشي 30 كيلو الواحد. شوف ها، شوف شوف، محسوب على أهل البلد مركز صحي. أنا عملت عملية لابني، عملت عملية ويومي قال أدفع أجار سيارة 5 دنانير من هاي ديرتها عشان أغيره. في وجود عندنا مركز صحي وموجود فيه أدوية بس دكتور ما فيه، والموظفة بالمركز نقلوها من هاي ديركتها في 20 كيلو، يومي من هاي ديركتها تروح. أنا ودي أحبوب جعراس حقه 35 قرش الشريحة، مستعد أدفع 5 دنانير أجار سيارة من هاي المركز ديركتها عشان أجيب شريحة الحبوب؟ ما في مصاري، ما في يعني أنا أقعد على الشارع وأشحت يعني. هذا حالي. شوف هاي، أنا يومي كلفت عمليته 6500 دينار، وجوه الخير اللي ساعدوني على عمليته. لما أنا واحد يومين مرضني يموت قبل يصل السعاب، ما حد داري عنه شيلة، ما حد داري عنه، يعني لا عيادة عندنا هنا، لا مية، لا مواصلة، لا أي شيء عندنا هان، شيلة أبدا، تعيس وضعنا تعيس، ما في شيء عندنا هان، يعني مقطوعة جريتنا، مقطوعة من كل شيء.